دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. معانا كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في جوله الاياب من دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيشارك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في المؤتمر الدولي الخامس اللي هتنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة عن الطفولة وتحديات العصر الرقمي. بيشارك في المؤتمر نخبة من العلماء في التخصصات العلمية المختلفة في تربية الطفل وعلم نفس الطفل والصحة النفسية ومناهج وبرامج الطفل والطب السلوكي والعلوم الأساسية والتربية الخاصة. النهاردة هيتم افتتاح المعرض الرئيسي أهلاً رمضان بمدينة نصر بالقاهرة بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية، مع مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين، وهيتم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الأسماك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار جولة الإياب من الدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا. هيلتقي بورتو البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي الساعة 10 بالليل، وفي نفس الوقت هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني.